السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بالأربعة سويلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، هالخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 29/5/2024 تو عبيدة بات يوم 7 الملايين، وحدة والدة عجل وحدة والدة عجلة، ولادهم القدام 3 الملايين عجل بلجيكي واخا واحد شوية عفاك اللهم بارك تبارك الله. انا راه ما بديتش نقدر نسافر السيد كاراتي كاراتي راه ما كيتلاور هذا اللي كان راه كاع مولا تجي طفروه والله كنا بنخليو على الخواض والله لا شرينا بقره. ما عليكش ما عليكش الفروج راه تنكب الفلوس باليمين الا صحيحه ودي شد الفلوس صحيحه والله يدق علينا الفروج والله خاصني ندوز انت وتعبيده فروج وتعبيده شاهد عليك عزيز عزيز من الناس انا ما نفرجش شوف عازقه السيد اللي تبع لي بقره باطله اليوم وغدا يجي عذر ويرجع يبدل لي انا ما نحملش ترجع عندي طالع غير ما ترجع عندي وقف وقف اولادهم وقف هذوك اولاد ولا بنات؟ هذوك اولادهم 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 عجول ولا عجلات؟ عجول وعجلات مخلطين تيقول لنا هنايا شحال عبيده هاد الخيرات هنا هي بعتيهم بجوجات؟ بعتهم بجوجات بشحال بعتيهم بجوجات؟ 7 الملايين 7 الملايين تبارك الله اللهم بارك هاد الخيرات عند عبيده هنايا في الاربعة السويهله بمراكش اش والدات؟ هادي والدة عجل اللي في الليسان تاعنا زين ما قلت ارقص ليا شويه حق الله وحق اهلا رباعيه والد عجل والاخرى اللي ملهي شحال؟ 75 هادي اش دايره في السن؟ الاخرى جامع شحال قلتي لي الرباعيه شحال؟ والجامعة 570 وما بغيتوش الدروعة زينين عندهم الحليب كاين موجود تيبان في الدراع البقرة بحليبها هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا في المكان وشحال الخير ما سمعتكش وهادي الجيرات في السن نيجات ضربات على ميلاد تبارك الله كما تشوف احنا في السوق الاسبوعي بالاربعاء السويله بمراكش تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان في المكان اهلا بكم خاص بالضروبات الضارة هو أكثر يادو مول هاد الضروبات تيقول تباعو خاص بالضروبات تاع الخيرات تنوريوها شحال 6 الملايين و60 الف باعوا تنيجات بجوج ملاحظ
باقين دارات هذو. راه ما تلبد انت. اول بقى راه تبع جمله عندك تبع جمله وصافي. سخر له. يلا ولف علينا برا. على ميلاد على ميلاد على ميلاد تبارك الله تنوريهم لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرتاح مرحبا بتوعهم تنجات بجوجات ستات ملين وستين ثلاثة وستين ألف تاع الدرهم تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك والله فتح شمله منه اش مالك هادي تاع تعبيده هنايا في السوق الاسبوعي بالاربع سويهله بمراكش اهلا عبيده لاباس بخير ناشط الله يحفظك شحال الخيرات سي عبيده 700 اللي بغيتي فيها اييه عطاوك شي حاجه عبيده عطاونا 60 قلنا لي بلا 60 هذا 62 اش والده هذا؟ والده عندنا بلجيكيه هي قدام كلشي والسنه اش دايره؟ يلاه جايبه 6 سيات تبارك الله بقرب درع زين خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان عبيدة تبيع شريف البقرة الوالدة والدارة هالخيرات تنوريوها لجميع الحباب تونا سير بيع الراجل ورينا الفروش هذيك اللي من هذي شناها قال لنا 660 هيا 660 فر لي ها فر لي ما بغيت البقر بغيت البشكة اخرى ما عندي لا بغيت البقر تحت سندي ديما تبارك الله لا بغيت البقر تحت سندي ديما تقول يلاه عمر قطع تبارك الله اللهم بارك زيد في ذلك هرا لي هرا 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 الفوق الاستراب هذا بيجع وشري ولا كساب؟ ها هذا غادي يقول اكسيبا اش عطاوك فيها؟ 340 جملة 8 340 جملة غير كساب قال لي الزيتون اي تا هو راه قالوا لك كسابة هادشي اللي قال لي وبيع السوق عيان شوية الخير موجود كل خير موجود على حسب كاين اللي ب 18 كاين اللي ب 17 كاين اللي ب 16 على حسب على حسب 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 الجودة هذا اللي ديما تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا فين ما كانوا احنا مع قناة الحريفية تنقولوا للمشاهدين قناة الزيتون المرجان الله شحال هاد الخير؟ هادي 460 اللي قال لك البلاصة والبلار تاني تلعب وين 460 شحال فيها؟ واللي بغا تجيب 220 100 درهم هاك الكلام ايوا كدا الزيتون يا ديما احنا في السوق الاسبوعي سويهلة الاربعة تسويهلة في مراكش والحاج كي داير بخير هذا مالو يعاير مالو بعد في السوق وراه السلعة موجودة تبارك الله على السلعة الخير موجود السوق عيان شوية وين السلعة كثيرة الله ينزل البركة كاين السلعة كثيرة كاين السومة لا راه الحاج تاكو ديما تيجي بالضروبات قال لي الناس لا ناقصه شويه في الثمن ناقصه والو راجع السوق ياك الحاج راه ديما تيبي الضروبات هنايا في الاربع سوايع حسب لي السوق ديك السيمانه بحال اليوم ها الله يرضيك السيمانه راه فيها اليوم 15 ريال في اليوم سبحان الله والحاج سخون بحال هذا راه جوج ملايين بحال هذا وبشحال هادو عطاوك فيهم 760 760
وما تامرش وما زاقيت تبارك الله على السلحة الله يسير اللي بغيتي فيها ولدها أجل ولدها تبارك الله اللهم بارك أجيرة في السن جمو صغير شريعة دو سرغيني اش عطيتي شري وين اجل بوحدو سير هو قال يشري كلشي يشري كلشي قال لي تنعرفو يشري كلشي